تشاهدون في هذه الحلقة تكدس النفايات في شوارع تعز تفجر جدلاً بشأن مسؤولية عودة الظاهرة والعمال النظافة مرهونة بصرف الحقوق. مربو النحل في تعز يستبشرون خيراً بأمطار الصيف ويأملون بمحصول عسل سدر وفير. مضخة يدوية إنجاز جديد يستبدل به صادق الشميري كهرباء تعز المفقودة. بكم من جديد، نستهل حلقتنا وكما هي العادة بإيجاز سريع بأهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. أقامت منظمة شباب بلا حدود بالشراكة مع شرطة محافظة تعز لقاء مفتوحا مع الجهات الرسمية والأمنية في إطار مناصرة تنظيم حمل السلاح، وتهدف الفعالية إلى التوعية بمخاطر حمل السلاح في شوارع المدينة بشكل عشوائي. وتأتي هذه التوعية في إطار تزايد الرفض الشعبي لحمل السلاح والمطالبة باقتصار حمله على رجال الجيش والأمن. بدأت في تعز فعاليات اللقاءات الحوارية لتعزيز المصالحة المجتمعية التي تستمر حتى 8 من يوليو المقبل، وتهدف اللقاءات التي تقيمها منظمة يمن بلا نزاع للتنمية بالتعاون مع منظمة شركاء اليمن تحت شعار معا نصنع السلام والتماسك الاجتماعي، تهدف إلى الخروج برؤى وتصورات لحلول ومعالجات للأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحرب والحد من تأثيراتها على مختلف الشرائح الاجتماعية في تعز، لا سيما النازحين والمهمشين والمتضررين. مشاهدينا، تتكرر ظاهرة تكدس القمامة ورمي النفايات والمخلفات في شوارع وأحياء مدينة تعز، ما يشوه المظهر الجمالي للمدينة ويتسبب بانتشار الكثير من الأمراض والأوبئة. وفي وقت يحمل البعض عمال النظافة وصندوق التحسين مسؤولية الإهمال، يؤكد العاملون في قطاع النظافة أن المسألة مرتبطة بتأخر الرواتب والمستحقات. هكذا بدأ منظر شارع جمال وسط مدينة تعز بعد ساعات من تعليق عمال النظافة لعملية الإضراب، وعقب أيام من تكدس النفايات على امتداد الشارع الحيوي داخل تعز والتي وصلت على بعد أمتار من مبنى المحافظة المؤقت. والله هذه الأيام مدينة تعز يرثى لها في النظافة، كما تشوف الشوارع مليان والأماكن كلها أصبحت يعني مكدسة القوامة بكل مكان. فعلا كانت تعز الأولى في النظافة على مستوى الجمهورية، كانت تأخذ الشهادة الأولى في النظافة، الآن حدث ولا حرج. يرجع عمار النظافة السبب في عودة ظاهرة تكدس النفايات في شوارع وأحياء المدينة إلى تأخر صرف رواتبهم وعدم حصولهم على مستحقاتهم التي يقولون أنها مصدر يعتمدون عليها في إعالة أسرهم، داعين الأصوات التي ترتفع لمطالبتهم مع بروز هكذا ظاهرة إلى الوقوف بجانبهم باعتبار تنفيذ مطالبهم والحصول على حقوقهم المشروعة مقدم على ما سواه. نشكي من تأخير الرواتب الشهرية، الآن المتعاقدين لهم 3 شهور لم يسلموا رواتبهم، والرسميين اللي في مشروع النظافة العمال إلى الآن معهم الزيادة 30% 10 شهور لم يسلموها نهائيا. الحل لابد من الميزانية شهريا لحق مستحقات العمال وإخراج الزيادة حقهم وصرف الرواتب أول بأول، وبعدين العمل بيكون أحسن ما يكون. مسؤولو النظافة يؤكدون أن حل مشكلة تأخر صرف رواتب عمال النظافة بداية الحلول لمنع تكرار تراكم النفايات والقمامة، ويشيرون إلى عوامل أخرى يرون في معالجتها أمرا مهما في سبيل تجنب العوائق والحفاظ على ديمومة النظافة والمظهر اللائق بتعز، وفي مقدمتها توفير النواقص في معدات العمل. كنا نشتغل في 2015 ب 107 معدات، 45 ضاغطة، 40 50 قلاب اللي هي 3 طن،
قلابات كبار، شيولات، بوبكات، يعني كنا كل شيء متوفر. العمال طبعا مش موجودين كامل، احنا الان نستعين بعمال خارج من خارج الصندوق، لان العمال نازحين اكثر. ويعد قطاع النظافة بتعز واحداً من القطاعات المتأثرة بحرب ميليشيا الحوثي على المدينة، غير أن المواطن لم يعد بمقدوره التعامل مع تبريرات تجعل تداعيات الحرب شماعة يعلق عليها المسؤولون الإخفاقات في مسؤولياتهم. وللبحث في هذا الموضوع نستضيف مدير عام صندوق النظافة والتحسين بتعز المهندس حسين المقطري. نرحب بك مهندس حسين في هذا اللقاء. تتزايد شكاوى المواطنين في تعز من تكدس أكوام القمامة في شوارع وأحياء المدينة، وتساؤلات كثيرة تطرح حول الأسباب التي تقف وراء تكرار هذه الظاهرة وما تمثله من كارثة بيئية. أين هو دوركم في صندوق النظافة؟ نستطيع أولا أن نقول بأن تعز عادت نفسها من الصفر في جميع المجالات في هذه المدينة، ويجب أن تكون في الأذهان أن كل المكاتب الآن تبدأ من الصفر، حتى السلطة المحلية وبدأت تعيدها. نحن لا نصنع شيء سحري، حتى محافظ المحافظة لا يمكن أن يتحرك بدون إمكانيات مادية، ولذلك نقول أن على الحكومة أن تلعب دورها في الجانب في هذا الجانب بدعم تعز ودعم محافظ المحافظة في هذا الجانب، وأيضا على عبد الرب منصور هادي. نقول صندوق النظافة بدأ في محافظة تعز من الصفر، لم نأخذ إلا قرار ورقي وهو قرار التعيين، وبدأنا بكنتر واحد ثم بعد ذلك 5 كنترات ثم إلى 9، ثم في الدكتور أمين أحمد محمود المحافظ السابق قام طبعا برفض مدينة تعز ب14 معدة، وتطورت النظافة والتحسين. نحن عندما نقول أين صندوق النظافة والتحسين، فإننا إذا نشعر بوجود هذا الصندوق، إذا لم نكن نشعر بهذا الوجود لما صحت هذه المدينة. كان متواجد صندوق النظافة، لما تتكدس القمامة في شوارع حيوية كشارع جمال مثلا؟ أعتقد أن صندوق النظافة والتحسين يجب أن يقدم له شكر بأنه يعمل 365 يوم، فإذا غاب يومين ثم عاد مرة أخرى نتيجة لأسباب منها عملية الإضرابات لصندوق النظافة والتحسين. أنا عندما أحل أي شيء أو حاسب فيجب أن أعطي الحقوق قبل الواجبات. ما هي حقوق هؤلاء العمال؟ عمال صندوق النظافة والتحسين حتى لا يستلمون مرتباتهم لأكثر من 6 أشهر. ما السبب؟ أليست هذه هي مسؤوليتكم بدرجة أولى؟ المتعاقدين الرسميين استلموا إلى شهر 5، وحتى الآن أيضا لديهم الزيادة، لم يتم رفعهم أسوة بالمناطق المحافظة الجنوبية، لم يتم عملية إعطائهم الحقوق السابقة بالكامل، درجاتهم درجات عمالية 27,000 ريال، كل حقوق عمال صندوق النظافة مهدورة، ومع ذلك هم يعملون. مهندس حسين، ما هي الجهود التي بذلتموها في إعادة هذه الحقوق للعمال؟ نحن في صندوق النظافة وفي إدارة صندوق النظافة والتحسين قمنا ربما بإنجاز تاريخي، وكلهم يعرفون بأننا نقلنا موظفي صندوق النظافة والتحسين من الانقلابيين إلى 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 عدن الرسميين والمتعاقدين، ولكن هناك تأخير من وزارة المالية في عدن وخارج عن إرادتنا. المحافظ يبذل جهود مضنية في هذا الجانب، وله كل الشكر والتقدير لمحاولة متابعة الصندوق، ودائما يتكلم عن موظف وعامل ومرتب عامل النظافة يجب أن يكون قبل راتب المحافظ والوكيل والمدير أيضا، ولكن هناك إعاقات دائما من وزارة المالية في عدن. نقول أننا تابعنا هذه الرواتب واستطعنا أن نأخذ جميع عمال صندوق النظافة والتحسين من القوى الانقلابية لتكون شرعية خالصة، استطعنا أن نعطي الزيادة للمتعاقدين وأيضا خرواتهم في المالية. هناك إنجازات تحققت لأول مرة في تاريخ صندوق النظافة والتحسين، يدخل في وزارة المالية ويدخل في الخدمة المدنية وكان خارج هذا النطاق. لكن الإمكانات التي تعملون الآن في ظلها تتحدث عن استقطاب لعمال نظافة، عن زيادة لرواتب المتعاقدين، طيب هذه الإمكانات هل هي كافية لانتشال هذه القمامة والمخلفات من الشوارع وأماكن تصريف المياه؟ أقول أن صندوق النظافة والتحسين في تعز يعمل بظروف صعبة جدا، ليس فقط صندوق النظافة، جميع المكاتب التنفيذية، لأننا نقول كقاعدة نحن انطلقنا في بنائها بعد الانقلابيين من الصفر، ولذلك نقول أن إمكانية الشحيحة
وتم عودة النازحين بشكل كبير في مدينة تعز، وأيضا أتوا نازحين جدد إلى هذه المدينة. كنا نعمل بخط يومي واحد، الآن نصل إلى 4 خطوط في اليوم، غير أن السوائل دخلت في خدمة صندوق النظافة والتحسين، مع أنها كانت هناك ميزانية خارجة عن إدارة صندوق النظافة والتحسين، ومع ذلك صندوق النظافة الآن يعمل بجهود مضنية وكبيرة جدا. ولذلك نقول أن أيضا صندوق النظافة والتحسين جميع الإيرادات لا تورد إلى صندوق النظافة والتحسين، الأسواق خارجة عن نطاق صندوق النظافة والتحسين وتخرج المئات من الأطنان كل يوم. على ذكر الإيرادات، ألا تكفي إيرادات مكتب الصندوق؟ نتحدث عن رسوم ضريبية تؤخذ على ملاك التجار، ملاك المحلات التجارية، نتحدث عن منح وتمويل لمنظمات أجنبية، نتحدث عن أيضا ميزانية حكومية معتمدة، كل هذه ألا تكفي لانتشال القمامة التي تتراكم بشكل يومي وتضاعف من معاناة السكان؟ لا 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 توجد، لا توجد هناك أي إيرادات تولد لصندوق النظافة والتحسين من قبل المديريات، والذي تولد بشكل بسيط. مثلا أنا لدي هنا الوثائق المؤيدة من الشؤون القانونية بأن يتم إيرادات إلى صندوق النظافة والتحسين، وأيضا توجيه من قبل الأخ محافظ المحافظة بالتوليد إلى حساب صندوق النظافة والتحسين من قبل المديريات إلى كل مديرية المدينة ومديرية الريف، مع ذلك لم يتم عملية توليد. هناك توليد من مديرية القاهرة ولكن بشكل أيضا ضئيل، 700,000 ريال. مديرية صالة لا تولد حتى ولدت السنة الأولى، 250,000 ريال. مديرية المظفر رغم الجهود المضنية في أن تدخل هذه المدينة تم مصادرة جميع إيرادات صندوق النظافة والتحسين وتدخلها إلى حساب المجالس المحلية وصرفها خارج نطاق النظافة. ولذلك أقول أن مديرية المدينة هي تدفع فقط مديرية القاهرة والتي دفعت أكثر. طيب ماذا عن المنح؟ لا توجد أي منح. أنا قابلت رئيس الوزراء أحمد بن دغر، كان حول ب100 مليون لصندوق النظافة والتحسين، حتى الآن لم تخرج. نحن هناك خطاب الآن من وزير الإدارة المحلية إلى وزارة المالية بدفع هذه المبالغ، وشكرا على هذه الجهود المبذولة. وأيضا الآن سيخرج خطاب آخر من الحكومة رئاسة الوزراء اللي أيضا لدفع هذه ال100 مليون. لا توجد. كانت لدينا معونة ربما 78 مليون في أيام المحافظ السابق الدكتور أمين أحمد محمود، وكنا عملنا توسع وعملنا انتشار في الإيجار قبل أن يصل هذه المعدات. لا توجد لدينا. عندما جاء دكتور الأخ نبيل شمسان محافظ المحافظة صرف 10 مليون و14 مليون، والآن 10 مليون، ورفعنا له خطة ما هي طرق العجز. نحن في مدينة تعز أكثر من إيرادات صندوق النظافة 80% هي في الحوبان، 20% هنا في داخل المدينة من أسواق ومديريات لا يتم عملية التوليد. لدينا فقط نقطة بني غازي ونقطة المصراخ. الآن نتيجة لوجود عملية صيانة لهيئة العبد فقدنا هذه الإيرادات، والمصدر الوحيد كانت تصل إلى 14 مليون شهريا. نحن رفعنا بهذه الخطة إلى المحافظ، والمحافظ شكرا له. الآن كم هي الميزانية المعتمدة من الحكومة لصندوق النظافة؟ لا يوجد أي دعم، لا يوجد ميزانية، أي دعم من الحكومة ولا يوجد. كيف تعملون في؟ نعمل بظروف صعبة، مع ذلك صندوق النظافة والتحسين. من أين التمويل تحديدا؟ لدينا نقطتين في بني غازي وفي المصراخ تورد في الشهر 14 مليون ريال. هذه الشحيحة والمصدر الشحيح، والذي كان مقابل ذلك قبل الانقلابين كان 180 مليون شهريا و30 مليون دعم من السلطة المحلية و110 معدة تعمل. مهندس، في ختام هذا اللقاء لضيق الوقت، ما الذي ينتظره المواطن في تعز من صندوق النظافة والتحسين لانتشال وترحيل هذه القمامة وإنقاذ المدينة من كارثة صحية؟ لا يوجد، أستطيع أن أقول أنه لا يوجد كارثة في مدينة تعز. أستطيع أن أقول أن على مكتب الصحة على الدولة هو إضراب لمدة يومين، عاد العمال للعمل، واليوم تشوف أنت كيف المدينة عادت إلى جمالها مرة أخرى. ولكن أقول كم سيستمر هذا الأمر؟ سيستمر إلى أن يلعب كل شخص دوره في سواء في السلطة المحلية أو الحكومة، ويدركون أن عمال النظافة هم الوحيدون في هذا المدينة الذي يعملون. صندوق النظافة عاد جاردن سيتي إلى الحياة، في تطبيع الحياة، عاد قلعة القاهرة، عاد منتزه التعاون، عاد تطبيع الحياة والحملة الرئاسية ونقطة الهنجر. شكرا جزيلا. المكتب الوحيد الذي يعمل في تعز هو صندوق النظافة والتحسين، والذي يوجد والذي يشعر الإنسان بوجوده. شكرا جزيلا للمهندس حسين المقطري، مدير عام صندوق النظافة والتحسين، كنت ضيفنا في هذه الفقرة. عفوا. مرحبا.
مرحبا بكم من جديد. تتواجد الكثير من المناحل في عدد من مناطق تعز، وتساعد البيئة المتنوعة في عملية تربية النحل التي تعتبر مصدر دخل للعديد من الأسر، ويسهم تواجد المرعى في فصل الصيف في تكاثر المناحل وإنتاج العسل الذي يعد السدر أجود أنواع هذا المنتج. كاميرا الحالمة تأخذكم في رحلة تعريفية إلى حيث خلايا العسل بوادي الضباب الشهير، نتابع. وسط مناظر تأسر الألباب تشق مركبتنا طريقها في وادي الضباب إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز. سرنا والأمل يسبقنا لاكتشاف ما يخفيه الوادي عنا تحت ظلال هذا الغطاء النباتي الكثيف وبين أحراشه المتفرعة. توقفت رحلتنا عند منتصف الطريق، وأخذت السيارة منعطفا إلى اليسار على بعد مرمى حجر لنكون في منطقة المنصاح، حيث أحد مواقع تربية النحل في هذا الوادي الشهير. عندها ومنذ الوهلة الأولى عرفنا ماذا تعني تربية النحل والاهتمام بها، وقد وجدنا محمد عبد ثابت وهو يطوف صناديق الخلايا في مهمة يعمل بها منذ عقود. لي 38 سنة وأنا هنا أقول لك بوادي المنصاح بالضباب، معي هذا النحلة. المهم أول مرة واحد أخذته منه 4 عيدان، وبعدين شليته 12، وبعدين كونت النوب الحمد لله وربينا وبعنا، والآن الحمد لله طلعت إلى 300 نحل مدري خلايا. من بدهيات الملاحظات الأولى يظهر عمل النحل أنه مجهود جماعي، لذا لا غرابة أن تسمع هدير أزير النحل حيث ترعى بعضها على الأشجار والنباتات المختلفة مثل شجرة السدر، بينما تمارس أخرى مهاماً مختلفة. وادي الضباب يعتبر من المناطق التي تزرع فيها العديد من الأشجار مثل العلب والعسق بأنواعها، وأيضاً المراعي الأشجار والشجرات الصغيرة. تمام، هذه الأشجار هي التي تقوم تستفيد منها النحل وتقوم بإنتاج تكاثر النحل وإنتاج العسل. تتركز تربية النحل في تعز في مناطق مقبنة والمعافر وجبل حبشي والمسراخ وصبر الموادم وماوية وشرع برونة وشرعب السلام والوازعية وموزع. وتنتج النحل في هذه المناطق أنواعاً مختلفة من العسل، يتصدرها عسل السدر، ويتبعه أنواع مختلفة مثل السمر والضبة والصال والعساق والصورب. ولجني هذا المحصول يتبع النخالون طرقاً مختلفة، ولا بد من أن يخبر العامل في هذا المجال وقت النضوج وموسم الاستخراج. تخرج الولد لحاله، المرعى لحاله، الذي هو طمس لحاله، الذي هو عاقد، يعني تشوف لحاله، تشوف العسل إذا كان قوي يعني جاهز تحصله، تقطع بالمقطع كذا، يعني لا يمكن إنه ينطف من عضو حتى ما في شيء، يعني قوي ناشف عاقد. عندنا هنا في تعز يتم قطف العسل بعد انتهاء موسم الحصاد، يتم اختصار العسل. أما في بعض المناطق مثل مناطق حضرموت فيتم في الشهر 11 أو في منتصف 12 بحسب اكتمال نضوج العسل. يشكو العاملون في مجال تربية النحل بتعز من تأثير الأحداث الأخيرة على تربيتهم لخلاياهم النحلية، ويتحدثون عن عراقيل تعترضهم أثناء تنقلاتهم بحثاً عن المرعى. بدل ما كنا حملنا ب 20,000 إيجار، الآن السيارة تأخذ حق الديزل يعني مدري حق البترول المسافة الوحيدة يعني بالتريب 60,000 إلا بترول، خلي معك مصاري معك. الطريق الذي كان عندنا قطعي بست ساعات الآن نوصله على 3 أيام. يعتبر محصول العسل من المحاصيل النقدية التي تدر الدخل على النحالين،
حيث يعمل في هذا القطاع في عموم اليمن أكثر من 100,000 من المزارعين والمربين للخلايا النحلية. يعرف الجميع أن مضخات رفع المياه من الآبار يقوم عملها على أساس الطاقة الكهربائية، لكن كيف ستعمل هذه المضخات في وقت لا وجود للكهرباء في تعز التي تتعرض لحرب حوثية متواصلة؟ صادق الشميري وإبداع في هذا المجال الذي حظي بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية في سبيل تعميمه والاستفادة منه. وأخيراً تدفق الماء من علو 16 متراً ليكون ذلك بمثابة شهادة نجاح لتجارب عدة أجراها صادق الشميري على مضخة يدوية هي من صنعته بأدوات بسيطة لتأدية عمل جبار كان مجرد هواجس منذ بدأت الحاجة مع انقطاع التيار الكهربائي في تعز. يعتبر ناجح، تقربنا يعتبر هذه أول تجربة ناجحة عملناها تمام واشتغلنا فيها ووجدنا فيها نتيجة حلوة جدا. يقول صادق الذي يعمل في صناعة المشغولات والحرف اليدوية أن النموذج تقوم فكرته في الأساس على عملية الدفع المتتابع، وقد جاء إسهاما منه في التخفيف من أعباء الحرب على ساكني أرياف ومدينة تعز التي تعاني شحة مياه وتحتاج إلى معالجات في هذا الجانب في ظل انقطاع الطاقة وانعدامها. والله لاحتياجات الناس خاصة في القرى في الأماكن التي ينعدم فيها الكهرباء وظل الأزمة الراهنة في البلاد اضطرينا إلى عمل شيء يستفيد منه المجتمع، وهذه إن شاء الله ستصدر إلى كل بيت خاصة في القرى. يبدو المشروع في شكله الأولي بسيطاً بالنظر إلى تكويناته من حبل وأنابيب بلاستيكية وعجلات دراجة هوائية، غير أنه عند الجلوس مع صادق تعرف أن خروج الماء بهذا القدر من العلو ليس بالأمر السهل، فالمشروع مر بمراحل تطويرية استغرقت كثيراً من الجهد والوقت، حيث بدأت قدرات المضخة بادئ الأمر مع 6 أمتار لتصل مع تكثيف الجهود وإضافات بعض القطع إلى 15 متراً، وقد يستقر الأمر عند 30 في ظل رغبة وإصرار يبديها صاحب الابتكار. بدأنا أول حاجة بارتفاع تقريباً 3 أو 4 متر، فكانت متكاملة عبارة عن مضخة تأخذها في أي مكان، يعني متنقلة تطرحها في أي مكان وتشتغل فيها. فحاولنا أن نكبر الارتفاع لضخ لعملية الآبار، أهم شيء الآبار هي المطلبة لهذه الأشياء. حاولنا نكبر المشروع وعملنا على ارتفاع 4 دور بحدود 15 متر كذا، واحتمال تزيد كذا في حالة أنه وجدنا طريقة بحيث تكون العملية سهلة جداً. على الرغم من الصعوبات التي اعترضت طريق هذا الإنجاز، إلا أن براعة صادق مكنته من تجاوز كل تلك المشاكل، يعزز ذلك فهم المبتكر لعمل المضخة وديناميكية وظيفتها، حيث يقدمها بكل سلاسة ووضوح. تتكون يعني من مواسير طبعاً، وعبارة عن خيط الحبل هذا في بلقلات بطريقتها الميكانيكية، تعمل على رفع الماء عن طريق العجلة حق دراجة هواية سيكل. هذا الغاطس عبارة عن كتلة اسمنت تتكون عن فيارة في عن طريق مثلث تمر في بول الحبل هذا عن طريق الجلد، وتدفع الماء من تحت من فوق القصبة إلى فوق إلى أعلى، كل جلدة تعمل دوره بدفع الماء فقط لا غير، ومن فوق عمل عمليات. أما هذه فتعتبر الآن نحن في عمق البي من فوق بنرفع من فوق. قوبل الابتكار باستحسان المحيط باعتباره مشروع نفعي للجميع، ودعا السكان إلى ضرورة دعمه بما يمكن من تعدد النموذج وتسخيره للمنفعة العامة. الجار العزيز صادق الشميري منذ أن عرفته جار طموح ومبتكر ومخترع، بدأ باختراع أشياء بسيطة ثم تطور إلى ما هو أعلى منها،
طبعا هذه الفكرة فكرة يعني رفع المياه إلى الدور الرابع الخامس، كان كنا نعاني منها قديما، فبفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود التي بذلها الأخ صادق الشميري الحمد لله الآن يتم رفع الماء دون معاناة، وخاصة بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك كما نعاني في الأرياف. يبقى القول أن على الحكومة الشرعية والسلطات المحلية بتعز تتبع مثل هذه الإنجازات ودعم مشاريعها خدمة للوطن. القبعات لهؤلاء المبدعين الذين تسكنهم هموم تعز ويعملون ليل نهار لأجلها، وبذلك نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أترككم في رعاية الله وحفظه حتى الملتقى في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة. إلى اللقاء. سقاها الصبح نسبته ولنا.